الكرام، وها هنا ينطلق ثالث أشواط هذا الصباح، وأرحب بزميلي حمد بن محمد الزعبي. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا ومستمعينا أينما كنتم أهلا ومرحبا بكم، أسعد الله صباحكم وطابت جميع أوقاتكم بكل خير. أيها الإخوة المتابعون، هذه انطلاقتنا الثالثة ضمن انطلاقات وتحديات هذه الفترة الصباحية، نصل وإياكم إلى نهاية مشوار مرحلتنا الأولى من عمر هذا المحلي التاسع، وهذه الفترة الصباحية التي تسبق ليلة الختام بإذن الله مع مرحلتنا الأولى، ومن ثم بعد ذلك نكون معكم مع المرحلة الثانية في الأسبوع القادم من عمر هذا المحلي التاسع. مشاهدينا ومستمعينا الكرام، شوطنا الثالث يسير ضمن انطلاقات وتحديات هذا الصباح، وشوطنا الثالث هو مخصص للجذاع البكار، أيضا سن الإمتاع الذي يستمتع فيه محبين هذه الرياضة العربية الأصيلة، وهو السن الذي يتمتع فيه محبين هذه الرياضة كما أسلفت أيها الإخوة الأفاضل. شوطنا الثالث مخصص للبكار، ونبدأ ونتعرف على مقدمة هذا الشوط. هذه ديرة، ديرة من تحتل المركز الأول، وتتواجد على مقدمة هذا الانطلاق عيسى بن سلطان بن مبارك آل سند الهاجري، من يتواجد مع ديرة مع المركز الأول. المركز الثاني تتواجد جاه، هذه جاه تعود ملكيتها لمنصور بن محمد بن منصور الخيارين. ننتقل وإياكم إلى المركز الثالث، شعار إبراهيم، نعم وليد بن إبراهيم السيد، هي من تتواجد وليد بن محمد بن إبراهيم السيد مع ثبات، من تتواجد على المركز الثالث. نعم حاصل على نقطة في هذا الموسم، ولكن حصل دخول وتغيير في هذه اللحظات من قبل القوطة، من غيرت في هذه اللحظة، تعود ملكيتها لناصر بن عبد الله بن أحمد المسند، هي من تتواجد القوطة وغيرت إلى المركز الثالث. أما المركز الرابع فيتراجع شعار وليد بن محمد بن إبراهيم السيد على مستوى المركز الرابع. ننتقل للمركز الخامس، الوصول من منصورة لخالد بن راشد بن سيف الخيارين. هذه نتيجتنا للمراكز الخمسة الأولى المتقدمة، أتممناها على حضراتكم وعلى مسامعكم. نعود إلى مقدمة هذا الشوط، نعود إلى الصدارة والمقدمة مع شعارك يا عيسى، نعم يا عيسى بن سلطان بن سند المسيفري. يا سلام، ديرة لعيسى بن سلطان بن مبارك السند الهاجري، من يتواجد على المركز الأول ويسيطر على مقدمة هذا الانطلاق. يلا يا بن سند، يلا يا بن سند، الله، يا سلام يا سلام على الانطلاق. هذه مشاهدين الكرام ديرة من تدير عملية المقدمة، من تدير عملية هذا الشوط. نعم من صالحها مع مالكها عيسى بن سلطان بن مبارك السند الهاجري، بينما يصلون هنا أهالي العوينة مع جاه لمنصور بن محمد الخيارين. من يتواجد مع جاه على المركز الثاني؟ المركز الثالث، الوصول والتقدم من القوطة، القوطة لناصر بن عبد الله بن أحمد المسند على مستوى المركز الثالث. شعار الشوط الأول في هذا الصباح يتواجد مع المسند ومع محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. الله، ننتقل للمركز الرابع، ومن تتواجد فيه منصورة خالد بن راشد بن سيف الخيارين. المركز الخامس، دخول في هذه اللحظات
وهنا دخول على المركز الخامس من قبل صناعة. صناعة تتواجد على المركز الخامس، ملكيتها تعود لخليفة بن حمد العطية. يا سلام يا سلام، خليفة بن حمد العطية هو من يتواجد مع المركز الخامس، وهذا هو ندانا. نعم مشاهدينا ومستمعينا الكرام، التضمير والمتابعة. نعم مع قناعة، مع سعيد بن بطي الزعبي هو من يديرها في عملية التضمير. نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى الصدارة وإلى بن سند. بن سند بن سند بن سند يا بن سند، يا سلام يا عيسى يا بن سلطان يا بن سند يا الهاجري، يا سلام. مع المقدمة والصدارة هنا بن سند مع ديرة 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 ديرة، من تتواجد مع المركز الأول، من تسيطر على مقدمة هذا الشوط. هذه ديرة في المركز الأول من البداية، وهي من تحتل الصدارة والمقدمة. بينما وصلت هنا، وصلت القوطة، القوطة تصل وتحتل المركز الثاني مع مالكها ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. والمركز الثالث يصل هنا شعار منصور بن محمد بن منصور السيف الخيالين، مع جاح على المركز الثالث والمركز الرابع. وصلت صناعة، صناعة من تصل وتحتل المركز الرابع، تعود ملكيتها لخليفة بن حمد العطية على المركز الرابع والمركز الخامس. التواصل هنا من منصورة، خالد بن راشد بن سيف بن فهد الخيارين. يا من يريد الناموس، يا من يبي الناموس، يذهب إلى المقدمة، يروح مع المركز الأول. الصدارة والقيادة مشاهدينا الأفاضل، معاك يا راعي ديرة، معاك يا راعي ديرة. يا سلام، من يدير، من يدير عملية المقدمة بنجاح. ولكن شوف القوطة، القوطة غيرت، غيرت القوطة في مجريات هذا الشوط، احتلت المركز الأول. القوطة، القوطة يا ناصر يا ابن عبد الله يا ابن أحمد المسند، يا سلام على القوطة. القوطة مع المركز الأول مع مقدمة هذا الشوط. هذه القوطة، من تتواجد مع المقدمة تريد أن تبعث السلام الثاني إلى الخور، إلى الخور، إلى الخور، وإلك ولك يا الأنيق، ولك يا الأنيق. الله، شوفوا 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 شوف الشنجل، الشنجل 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 يصل، يصل بقوة مع سلابة، سلبت المقدمة سلابة، سلابة الشنجل. يا سلام، عبد الله بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل مع سلابة، مع سلابة الناموس، مع سلابة الشنجل. يا سلام، ولكن وغى 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 خليفة بن حمد بن خليفة العطية، مع وغى، مع وغى وغى وقى وقى وسلابة، سلابة الشنجل، وقى العطية، وقى وقى لخليفة بن حمد العطية مع المركز الثاني. ولكن سلابة، سلابة الشنجل، سلابة الشنجل مع المركز الأول. يلا يا محمد يا بن ناصر يا الشنجل. ولكن خليفة، خليفة بن حمد العطية، خليفة بن حمد العطية. نعم مشاهدينا الكرام، مع وقى، مع وقى، مع المركز الأول. يا سلام، هذه وقى مع المركز الأول ومع هذا الناموس. تهانينا لخليفة بن حمد العطية، التهنية موصولة لعلي بن خميس الخضيري. يا سلام، الله 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 الله، يجعل أيامك خضرة يا الخضيري. السلام، يا سلام يا سلام، سلامنا وتحياتنا لك يا الجريان، هذه الجريان. تهانينا والناموس لمالك وغى خليفة بن حمد بن خليفة العطية المركز الثاني. وصلت سلابة، عبد الله بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل المركز الثالث. تصل الورسان من أتت على المركز الثالث لأحمد بن محمد بن لويهي الجحافي، أما المركز الرابع فوصلت فيه صناعة لخليفة بن حمد بن خليفة العطية المركز الخامس. القوطة لناصر بن عبد الله بن أحمد المسند.
هذه نتيجتنا مشاهدينا ومستمعينا الكرام. نعود الى وقع وتوقيت الزمني، قاطعت المسافه في 9 دقائق 19 ثانية، جزئين من الثانيه ثانيه والناموس لخليفه بن حمد بن خليفه العطيه، الثانيه موصوله لمضمر وقع علي بن خميس الخضيري على هذا الناموس المركز الثاني. وصلت سلابه قطعت المسافه في 9 دقائق 19 ثانية 6 أجزاء من الثانية ثانين وناموس لمالك سلابة عبد الله بن ناصر بن محمد الشنجل. أما المركز الثالث قطعت المسافة في 9 دقائق 20 ثانية 8 أجزاء من الثانية ثانين وناموس لمالك سلابة